في الحاجات الإنسانية كمان، وفي الحاجات اللي هي خدمة بلده وولاد بلده وحاجات، يعني مش عايزين نتكلم لأنه لو اتكلمنا محتاجين 3 4 حلقات عشان نقول بس الحاجات اللي بيعملها هو كإنسان لأهل قريته، لأي حد هو شايف إنه يستحق، يعني حاجات كتير قوي 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 قوي. باختصار ابن حلال متواضع، عارف كويس قوي يعني هو فين، هيحافظ عليه ازاي، كل ما بيعلى بيتواضع اكتر، وده طبعا بيبان في المعسكرات وفي تعاملاته مع زمايله ومعانا ومع كل الناس. حقيقي يعني الواحد فعلا فعلا تقدر تقول ان انت فخور، وزي ما انت قلت انه هيبقى يعني مثل لكل الشباب. يعني طبعا لانه يا كابتن لما بيضرب مثل محمد صلاح زيه زي ابسط يعني انسان مصري اتعلم في اقل المدارس، نجريج وبلد وريف طبعا، ما دخلش لا ناشونال، العباقره كلهم متعلمين كده بالظبط ولا انترناشونال، لكن هذه المدارس والتربيه والطبليه النهارده مطلعه هذه الشخصيه. النهارده لما بيعمل حوار مع السي ان ان، وطبعا صوره الجائزه اللي اتشرفنا كلنا بيها واتشرف بيها محمد صلاح، لما محمد صلاح بيعمل حوار للسي ان ان بيتكلم لغه انجليزيه بشكل طلاق. مبهر طلاق. قبلها بيعمل إيطالي. لقاءات بيعمل، ما حدش واخد باله امتى صلاح اتعلم ايطالي، تعب على نفسه وامتى اتعلم، لعب على نفسه وتعب على نفسه في توقيت طبعا. عايز يثبت نفسه كلعيب، عايز يقف مع منتخب مصر، عايز ينجح مع ليفربول، قبلها مع فيورنتينا، قبلها مع وبعدها مع روما، وقبلها في بازل، وتجربه تشيلسي دي عايز يقوم ويفرح بيها. قصه كبيره، فقصه كبيره، بس قصه فيها انك تقدر طبعا. ان اي شاب هو بيقول بيقدر كده. هو بيقول كده انت تقدر، كل الناس تقدر، واللي بيأمن بنفسه وبيشتغل على نفسه صح يقدر. عندنا نماذج حلوه كتير كمان مع صلاح في المنتخب ما شاء الله عليهم كلهم، كلنا بنركن عليهم وبنعول عليهم، ان شاء الله يحطونا في حته كويسه ان شاء الله في كاس العالم. كجهاز بقى، كنت متوقعين الجهاز دي لمحمد صلاح؟ احنا كنا مع بعض النهارده في مباراه الزمالك والاسيوطي، و كلنا كنا متاكدين، مش لانه انت لما اتكلمت عن رياض محرز كان يعني مش هداف الدوري، لكن كان طبعا لعيب بارز، لكن الانجازات اللي عملها صلاح اضعاف اللي عمله طبعا رياض محرز يعني طبعا. فكان واضح ان هو ان شاء الله كان يعني. تصريحات عاقله جدا ومحترفه جدا، يعني اتكلم في كل المواضيع اللي عايز اتكلمها في 3 4 كلمات، يعني برضو ادى حته لتشيلسي كده في السكه بذكائه، ولا لمورينيو يعني طبعا، وشكر مدربه وشكر اللعيبه وشكر كل اللي يعني ساعده في الحصول على الجائزه، وده طبعا ذكاء. كل لعيبه مصر المميزين اللي انت شفته في صلاح بيميزه قوي؟ صلاح عنده ذكاء بيستخدمه بشكل جيد جدا، ذكاء فطري ملائكي، يعني في ذكاء بيبقى ذكاء شيطاني يعني، لكن ذكاؤه ذكاء في رقي. اللي ما يميزه اكتر حاجه بقى تميزه انه شايف كل اللي حواليه، كل واحد في مكانه صح يعني. يعني ما حدش يقدر يعني يتحايل عليه او يعني يفهم الشخصيات، مفتح لكن هادي ومع نفسه، لكنه عارف كل اللي بيدور حواليه وبيتعامل معاه بمنطق ممتاز. وزائد طبعا اهم سماته واهم صفاته التواضع. التواضع والحفاظ على الشعائر بتاعته، رغم انه عنده طبعا المغريات طبعا اللي يعني طبعا محتاجه حد يكون شخصيه قويه جدا ان هو يواجه. انا بقول في مثلث رعب في الكره العالميه دلوقتي، 3 اضلاع، لو قلنا كريستيانو ميسي صلاح، هو واحد ده مثلث الرعب فعلا اللي موجود على مستوى العالم. وكان نيمار قريب، لكن هو بعد طبعا الفتره اللي فاتت بقرار خاطئ منه ان هو يروح باريس سان جيرمان واختار فلوس. الشنط اللي بتطلع على العربيات اليومين دول صلاح في كل حته، كان اذكى منه كتير وخد مكانه في العالم، ممكن في البالون دور اللي جايه يبقى 3 اسامي دول بالظبط ان شاء الله باذن الله يعني بالظبط ان شاء الله. وليه لا، وصلاح كسر سقف الطموح، احنا مع صلاح بنحلم،
طبعا. وربنا يحفظه وبندعي له، بندعي له ربنا يعني يحفظه. لما تشوف ان هو مثلا بين الشوطين في ماتش البرتغال يخش يتوضى ويصلي في الهاف تايم مثلا، فده مثل للولاد اللي حوالين منه والناس اللي حوالين منه ان هو مهتم بكل حاجه، ان ربنا يقف معاه وزمايله يقفوا معاه ويبقى يعني جاب جون وجون حلو، فاهم انت ازاي؟ فيعني يعني الناس لما تبص تشوفه يعني بيعمل يعني اريحيه في المجموعه كلها، واللي عايز يبقى عنده حاجه يتراجع، فاهم انت ازاي؟ بيعمل لك حاجات طبعا. انت حتى تبقى نفسك تبقى في التيم، هو بيعملها بحركه بسيطه يعني بحاجه صغيره يعني، فاهم انت ازاي؟ احساسك ايه كان هنا في دي؟ بكلام طبعا احنا كنا يعني بس خلاص تأهلنا لكاس العالم. لا احساسكم بقى كجهاز. احساسنا كجهاز ان احنا كنا متاكدين انه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا، لان احنا تعبنا زي ما قلت لك انه احنا كتيم ورك مفيش احلى من كده، مفيش عشره احلى من كده، مفيش حب احلى من كده، مفيش ترابط احلى من كده، طول الوقت مع بعض وطول الوقت عايشين مع بعض وطول الوقت بنشتغل طول الوقت يعني مركزين في الصغيره قبل الكبيره. مستر كوبر دايما الكره تفاصيل صغيره، تفاصيل صغيره دي احنا اللي بنهتم بيها، وكل المتوقع والغير متوقع. فاكر الكابتن